طب هل ده يستدعي يا دكتور ايمن خبرات تاريخيه سابقه حصلت؟ عندنا خبرتين في التاريخ، خبره الحرب العالميه الثانيه في اوروبا، وهنقول ان المسؤول كل الاطراف عن تدميرها، لكن دخل الامريكان وعملوا مشروع مارشال. صحيح. اليابان امريكان اللي دمروها. صحيح. ودخل اللي دمرها الجنرال ماك ارثر عشان يعمرها. صحيح. باموال غربيه. باموال غربيه. هل وارد ان يصحو ضمير يعني جهات دوليه ويبقى في مشروع لاعاده اعمار غزه وما تبقى من الضفه على الاقل؟ يعني تبني دعوه بهذا الشكل. يعني انا اعتقد انه بعد هذه الحرب، يعني بغض النظر عن كل تفاصيل، لانه الحرب العالميه الثانيه نتج عنها طبعا رؤيه اخرى في العالم، بضروره ان يكون هناك طبعا قوانين دوليه واعاده بناء اوروبا اللي اتدمرت والى اخره. لكن اليوم بعد ان تضع الحرب اوزارها في غزه، واللي بنتمنى الله تطول، بالتاكيد سيبدا الصوت يتحدث، ان كان في العرب او في اوروبا او حتى امريكا والاحتلال الاسرائيلي، انه الان الامور ان تعود الى سابق عهد. هذا انتهى الكلام. الان امامهم حل واحد لا ثاني له، ان يكون هناك قيام للدوله الفلسطينيه. انشاء الدوله الفلسطينيه مع تفكير لربط غزه بالضفه الغربيه، اما بنفق اما بكباري او بطريق. الناس مش عارفه الخريطه، يعني الخريطه غير متصلتين. غزه مفصوله عن الضفه الغربيه، والمسافه التي تربط اقرب مكان تقريبا 20 كيلومتر يفصل غزه بمنطقه، يصل غزه بمنطقه اسمها الظاهريه، سيضطر استخدام جزء من صحراء النقب اللي تعتبر اراضي اسرائيليه الان. تعتبر هذا السؤال. لازم نفق، لازم شيء، لازم اما نفق او كباري، أو كباري. عشان تمام. يتم توصيل. حاولنا في الاول اتفاق اوسلو ان ننشئ شيء اطلق عليه الممر الامن. مظبوط. التنقل بين غزه والضفه الغربيه يسير بنفس الطريقه العاديه الاسرائيليه، ولكن بوجود مرافق اسرائيلي بجبهه سليف امام المجموعه واخره، وبالتالي هذا الامر كمان غير مجدي وقف، لكن حتى يكون هناك ترابط لهذه الدوله، وإن كانوا يريدوا يعيشوا بسلام. طب بعيدا عن ذلك، بناء غزة من جديد هي مسؤولية دولية بشكل كامل، هذا الدولة التي صمتت على كل ذلك، لأنه في النهاية نحن جزء من هذا العالم. لا أريد أن أعيدهم بالتاريخ إلى ما حدث في الحرب العالمية الثانية ولا في غيره ولا في أزمات أخرى كبيرة جدا. وأقرب مثال يعني عندما دمرت كوسوفو، هم عادوا بناء كوسوفو من جديد. بالتالي الآن هم في هذا السياق، أمامهم حل أنه يعيدوا بناء غزة كما دمروها لاستيعاب هذه الحالة. في هذه المرحلة الانتقالية للبناء، أنا أشرت أنه غزة لن تكون مؤهلة للسكن بشكل كامل، ستنتشر الأوبئة والأمراض نتيجة طبعا ما حدث في غزة. غزة دكت حتى اللحظة بعشرة مليون كيلو متفجرات، يعني كل مواطن حصته بتطلع له من 5 إلى 7-8 كيلو متفجرات. حجم المتفجرات اللي ضربت قرابة نصف قنبلة نووية. هذا طبعا هذا صحيح بأثر على الاقتصاد العالمي واقتصاد الإسرائيل، أيضا يؤثر بشكل كبير جدا على تدمير بنى تحتية ومياه جوفية تلوث الأخير. وبالتالي كل هذا أنا أعتقد العالم مجبر إما بعقد مؤتمر دولي لإعادة أعمار غزة، مرتبط بمؤتمر سلام لإعادة الأمل للفلسطين. لكن أنا أعتقد كل هذه التضحيات ما حدث يوم 7 من 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 انهيار دولة الاحتلال، وبالتأكيد حدث يعني لغط هنا وهناك، وما يحدث الآن من قتل أبناء شعبنا الفلسطيني يجب أن يفضي إلى أمل للشعب الفلسطيني وقيام دولة فلسطين. غير ذلك أنا أعتقد زرعة كراهية، زرع حقد في المنطقة، وصناعة الكراهية سهلة الآن على ديهم. صحيح. لكن هذا لا يحله إلا السلام. صحيح. طيب سؤالي الأخير لك دكتور سليم، وده يعني مرتبط بكل أملنا دي، اللي هي يعني أن المجتمع الدولي يصحو تتوقف آلة الحرب وكذا. في حالة الدولة الفلسطينية، أنا بروح بعيد خالص، يعني حلمي يذهب بعيدا جدا، وعطفا على كلام دكتور أيمن، في حالة قيام دولة فلسطينية يعني مستقلة على حدود 4 من يونيو 1967 بكل ما يكتنف ده طبعا، من هيبقى من مناكشات ومناكفات حول المستوطنات وغيره، لكن افترضنا إنه ده حصل، وفي ظل الأوضاع الجغرافية بين غزة والقطاع، يا ترى مقاومات اقتصادية لدولة فلسطينية مستقلة قائمة، ولا أحب في حالة اعتماد أيضا على دولة الاحتلال؟ لا طبعا الدولة الفلسطينية لديها مقاومات كبيرة، نأمل من الله. أحب متحدة قد إيه الدولة الفلسطينية على بعضها بالكيلومتر؟ يعني غزة 365 غزة، والضفة الغربية تقريبا يعني تقترب
6200 و يعني بيطلع كلف 1000 كيلو متر. 1000 كيلو متر دي الدوله يا جماعه، خلي بالكم اللي احنا بنحلم بيها، من سبع من اساس 27000 كيلو كل فلسطين. يعني وصلنا ل 22% بعد ما كنا 45%. بالظبط ده اللي احنا طبعا. ويتم اقتسام 22 يتم اقتسام من ضمن 22% من المستوطنات غير شرعيه الى هذه الان. مقومات الدوله الفلسطينيه وتمت لانشاء مطارات وميناء سيتم اشتراكها مع العالم الخارجي، سيتم استيراد وتصدير دخول عملات أجنبية داخل الاقتصاد، استثمارات جديدة. نتحدث أن هناك في قطاع غزة وفي الضفة الغربية السياحة شبه معدومة، يعني ممكن في الضفة الغربية السياحة أكثر من قطاع غزة، ولكن في قطاع غزة معدومة جدا، فمورد خاص مورد مهم جدا للدولة كسياحة معدوم. إذا تمت وجود دولة فلسطينية محررة لها سيادة ولها أرض كاملة وميناء وحدود ومطارات سينعش هذا الأمر. الاستثمارات الأجنبية ستدخل إلى قطاع غزة والضفة الغربية، سيتم انتعاش كبير للدولة الفلسطينية، يصبح لها عملة خاصة تعترف بها أمام العالم كله. ليس الآن نتعامل بالعملة الشيكل الإسرائيلي في أي معاملات مالية. المصارف ستنتعش داخل فلسطين، حركة التجارة والتبادل التجاري مع الدول والاتفاقيات الدولية ستكون مباشرة مع الدول، ليس عن طريق إسرائيل أو عن طريق. تحدثت قبل قليل على جزء بسيط من معاناة المنتجين الفلسطينيين وهو الباركود الفلسطيني. لا يوجد باركود فلسطيني، انت لو بحثت عن كل دول العالم تجد لديها باركود خاص فيها. صحيح. ولكن فلسطين ليس لها باركود فلسطيني، وذلك لاسباب عده اهمها اما سرقه المنتجات الفلسطينيه وتصديرها وتنسيقها وتوزيعها لانها منتجات اسرائيليه، او محاربه هذا المنتج الفلسطيني لكي لا ينمو ولا يكون له امام المجتمع او الاسواق الخارجيه اي اهميه. طيب سؤال الاخير لك دكتور ايمن صديقنا العزيز، وهو اقتصادي انساني. صف لي الحياة الاقتصادية إذا كان ما بين قوسين حياة لشاب أو شابة أو سيدة فلسطينية الآن في الحرب دلوقتي، بيعمل الصبح يعني بيصحى إيه الاقتصاد في حياته، بيشتغل ما بيشتغلش، بياكل ما بياكلش، بيجيب فلوس منين الآن؟ الحياة تبقى شايفة الآن الحياة معطلة بشكل كامل في غزة، لا توجد طبعا لا حركة اقتصاد ولا خير. جزء كما أشرنا 1,600,000 في مراكز اللجوء بشكل كامل، طبعا يقف صباحا، يذهب الشباب صباحا طابور 6-7 ساعات علشان يستطيع ان يعود بكيس من العيش لاهله. ما فيش مقاومات اخرى، يقف قبلها ساعتين عشان يدخل الحمام، ساعتين طبعا الحمام او اكثر، في ساعتين اكثر من صحيح. ساعتين اكثر من الحمام، تل هو يومه اليوم شغله كيف يستيقظ صباحا، يقضي حاجته في الحمام ثم يذهب لجلب العيش. والآن في بعض المراكز توزع طعام أيضا بالحصول على وجبة طعام لأسرة ثم يرجع. أنا حسب ما اتصلت مع ناس، وأنا حزين بصراحة أنه يعني بيحكوا لي أنه والله في يوم ما قضينا غير طول اليوم إلا على إحنا عيلة ستة، كل واحد واحد التمر وشوية مية طول اليوم، بالتالي لا امل لدي طول اليوم. قال لي ما قدرناش نجيب عيش لانه نتيجه التزاحم. رغيف واحد هو نصيبه رغيف، لكن هو ما قدرش يوم ما يجيبش رغيف، ففضل مع قدر يوصل على 6-7 حبات تمر وشويه مي. قال لي كل واحد اخذنا تمره ومي قضينا طول اليوم. هذه حياه اصبحت روتين يوم في غزه على مدار 20 يوم. من بقوا في المنازل او تاجروا منازل اخرى طبعا تاجروها بمبالغ عاليه نتيجة طبعا الاقتضاض، وبتصير في أي حروب صحيح. انه بعض يرفع تجار الحروب بالضبط، بيصير في أي مكان. رغم انه غزة لحتى الآن يمكن النسبة فيها مفخرة انه فيش فيها سرقات حتى الآن. من الشيء الغريب انت بتشرب من بيتك بكون فيه كل حاجة، بترجع بتلاقي بيتك زي ما هو، فيش سرقات، فيش جرائم قتل لحتى الآن. ومن تجار الحروب عددهم قليل موجود، لكن عددهم قليل، رفعوا شوية الأسعار، تجي تفش شرطة في البلد، رفعوا الإيجار، لكن عددهم قليل ومنبوذين من المجتمع. لكن أغلبية المجتمع الفلسطيني يمكن أقول لك وأنا افتخر أنه فوق 90% منهم هو يعتبر أننا جميعا واحد. أحيانا في منهم يقتسم جارهم بعرفوش، بالصدفة شافه في خيمة جنبه تعرف عليه، هو معاه 7 رغفان عيش وهو هذا ما هوش غير رغفين، ممكن يعطيه من عنده كمان 3-4. هذا من باب السوليداريتي الكامل في الحياة الفلسطينية المعرضة الآن للاندماج الدم مع بعض. انت الناس اليوم نتحدث دكتور لما بنلاقي 100 شهيد احنا مش عارفينهم منهم نتيجة التشوهات، نتيجة ان الأسرة كلها ماتت، فمين بده يقوم بالواجب؟ واحد ما بيعرفوش مضطر ان يكون بالواجب ان يكرم هذه هؤلاء الشهداء، بيذهب الى دفنهم في مقابر جمعية. اليوم في مستشفى
الشفاء، دفن 150 شهيد مدافن جماعية. خان يونس اليوم بدأت وضعت خيمة في مستشفى ناصر ومستشفى أسسه بنته مصر في فترة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رحمه الله. هذا المستشفى الآن صنعوا بنوا خيمة خارجية عشان فقط يجمع الشهداء اللي دفنوا بشكل جماعي. أنا أدرك أن الوقت يدركك، لكن يعني أنا يعني بشكركم شكرا جزيلا. شكرا لك أستاذ دكتور أيمن الرقم أستاذ رئيس السياسة بجامعة القدس، أستاذ دكتور سليم رياض المحلل الاقتصادي المتخصص في الشأن الفلسطيني، بشكرك وبعتذر لك مرة أخرى. ويعني كل ما نملك من مشاعر ومن أشياء أخرى كمواطنين وكدول وكحكومات وكمؤسسات أهلية مع شعبنا الشقيق الفلسطيني، مش في غزة بس، في كامل فلسطين. ونخرج فاصل قصير ونرجع نعتذر ونستقبل أستاذ الدكتور جهاد الحرازي.